كنتلاقاه حسبان وكنتذكر معاه في فرص متعددة. يمكن حتى هو شي حوايج التروفيه لأنه الإنسان يبقى بشر واعي بأنه ما بغاش أنه الفريق في الوقت ديال الرئاسة ديالو يطيح يمشي. لهذا دابا خصنا نخدمو العقل ونخدمو شوية ديال الدبلوماسية الرياضية باش يبقى كل شيء مجموع. الرجاء في أزمة، ملي كتكون أزمة خص كل واحد يجن الطاقة ديالو باش يحلها، ولكن التجربة كتبين كذلك بأنه بعد الأزمة كيكون الفرج، وداك الفرج كيعطي انطلاقة جديدة ودم جديد اللي غادي يعيشوا الرجاء واللي غادي تعيشوا الرجاء ويعيشوا جمهور الرجاء ويعيشوا المغاربة. حتى واحد ما بغى الناس يقدر الرجاء، حتى واحد ما بغى. وحنا الرجاويين المسؤولين على فريقنا باش نحلوا المشاكل ديالنا ونتجاوزوا الصعوبات ديالنا. اذا الاخوة احنا في محطة، وهاد المحطة غنتجاوزوها وغناخدوا قرارات، وهاد القرارات غتسمح لنا باش نتجاوزوا هاد الصعوبات. وشكرا لكم.